يا اهلا فيكم في ترند. استحدثت مديرية شرطة محافظة المحرق منصات إلكترونية في عدد من الأماكن العامة بمحافظة المحرق، وذلك للتوعية والرد على استفسارات وملاحظات المواطنين والمقيمين عبر تقنية الاتصال المرئي المباشر وبالتعاون والتنسيق مع الإدارة العامة للإعلام والثقافة الأمنية وإدارة الاتصالات في وزارة الداخلية. وتستعرض هذه المنصات أهم التعليمات الأمنية والقانونية، بالإضافة إلى الرد على أسئلة الجمهور واستفساراته بما في ذلك المتعلقة بفيروس كورونا والجهود المبذولة للحد من انتشاره، وذلك من خلال منتسبي غرفة العمليات بالمديرية اللي يقومون بالرد على الجمهور بشكل مباشر. أصبح الياباني جينيتشي ميتسو هاشي البالغ من العمر 45 عاماً أول شخص في العالم يحصل على درجة الماجستير في دراسات النينجا بعد الانتهاء من دورة الدراسات العليا اللي تضمنت تعلم فنون الدفاع عن النفس الأساسية وكيفية تسلق الجبال. ميتسو هاشي اللي أصبح حديث المواقع الإخبارية حول العالم أمضى عامين كاملين لإتمام المنهج المطلوب للحصول على درجة الماجستير، ويأمل ميتسو هاشي بمواصلة تعليمه للحصول على درجة الدكتوراه في النينجا. للوهلة الأولى عندما ترى هذا الفيديو تتوقع بأنها قطعة دجاج مقرمشة مثل اللي تباع في المطاعم الشهيرة، ولكنها في الواقع قطعة لحجر كريم تمتلكها أميليا رود. رود تدير شركة مجوهرات للأحجار الكريمة في مدينة أنديانا الأمريكية، وقامت بنشر مقطع فيديو على حسابها في الانستغرام يظهر التشابه بين الحجر الكريم الذي عرضته وقطعة من الدجاج المقلي المقرمش. تعبيراً منهم عن عشقهم للحضارة الفرعونية، قام زوجان روسيان ببناء نسخة مصغرة طبق الأصل لهرم خوفو في حديقة منزلهم، ويعتبر حجمه أصغر 19 مرة من النسخة الأصلية، إلا أن قياساته متناسقة وتفاصيله دقيقة، ويبلغ ارتفاعه 9 أمتار فوق الأرض وبعمق 9 أمتار تحت الأرض. وتم بناء الهرم من مواد بناء حديثة بدلاً من البازلت المصري، ووصل وزنه إلى 400 طن، كما تم عمل نسخة منه أو نسخة للتابوت الحجري بحجمه الحقيقي لكن من الخشب والرمل بدلاً من الحجر. انتابع. وبكذي مشاهدينا وصلنا معاكم لختام حلقة اليوم، أتمنى لكم نهاية أسبوع سعيدة تقضونها في البيت وسط أهلكم وأحبابكم. مع السلامة.